في الكرات الثابته وانا بدافع. الطريقه الاولى بنشوفها في الدوري الانجليزي الناس كلها واقفه ورا بعض، يعني بملا المساحه، يعني بنقول كابتن اسامه معلش وانت بتتكلم دي لقطات مباشره من إحنا. ملعب استاد محمد بن زايد في الامارات، زي ما انتم شايفين جمهور النادي الاهلي في كل مكان، جمهور النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا وحاجه رائعه، يعني بجد الواحد جسمه اشعر الحقيقه لما شاف جمهور النادي الاهلي وهو يؤازر لاعبي النادي الاهلي، حاجه جميله جدا. انا لو عليا خليك كده بقى ما ترجعليش تاني، يعني خليك كده على طول هات لنا الجمهور. اتفضل يا كابتن. شيء معتاد طبعا من جمهور النادي الاهلي في اي مباراه بيكون فيها طرف في النادي الاهلي، بنلاقي الاعداد طبعا بحضور جماهير كبير كبيرة جدا. النادي الاهلي بيحرزها عن طريق الكرات العرضيه اللي بيعملها علي معلول، سواء في ارتفاعات متوسطه سواء على الارض لما بيعدي ويحط لتحت لواحد من المهاجمين اللي جايين، سواء جايه سواء قفشه سواء من الناحيه الثانيه حسين الشحات، فهيبقى في تركيز قوي مع علي معلول في الجبهه دي. علي معلول اخطر من في المجموعه كلها في الجبهتين، سواء الجبهه بتاعت الزمالك اللي فيها حازم امام وبن شرقي، وانا اتمنى انه الجبهه دي يبقى موجود فيها حازم امام وبن شرقي، لان بن شرقي تملي بيبقى مهاجم وكمان بيسيب الطرف شويه وبيخش للعمق كتير، فدي بتعمل مشكله شويه لحازم امام، بيتحط في مواقف كتيره واحد ضد واحد او اتنين ضد واحد لما بيبقى بن شرقي موجود هناك. ولذلك انا اتصور ممكن جدا النهارده احيانا كتيره زيزو هو اللي يجي في الجبهه اللي فيها حازم وبن شرقي يروح في الجبهه اللي فيها عبد الشافي، لان زيزو عنده دفاعيه اكتر وكميه الجري اللي عنده اكتر، لان علي معلول لو اتلعب الجبهه دي فيها حازم وبن شرقي بس هيتعبهم كتير قوي. ولذلك يمكن انا لما اتكلمت عن النقطه بتاعت جيرالد واتمنى انه يكون ربنا يوفقه ويعمل ماتش كويس، كنت اتمنى كمان حد عنده اكتر خطوره على الجون ويبقى مقلق زي كهربا كده، انه 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 يقدر يتعب حازم امام ويبقى عامل حسابه اكتر كمان. لكن هي سواء الجبهه دي او الجبهه دي، بالنسبه للجبهه الناحيه الثانيه عبد الشافي هجماته عامه اقل من حازم، لكنها مركزه يعني ما بيطلع ان هو بيعمل اوفر صح مرتين بس بيعمله صح، بس ما بيطلعش كتير، مش من الناس اللي متواجده زي علي معلول تملي في التلت الاخير، تملي هو مستني وبيطلع في توقيتات يعني معينه، وزي ما شفنا جون الترجي الاولاني اللي عمله لاوباما.